بالتأكيد الهيئات المعنية بالدرجة الأولى هي هيئات ولجان الصحة بكافة الإدارات الذاتية والمدنية، ومن قبل هيئة الصحة بشمال وشرق سوريا تم القيام بجولة على كافة المشافي والمراكز الصحية ونقاط الصحية وتأمين الاحتياجات المطلوبة بهذا الشيء المطلوب الذي تخص مجال الصحة في حال حدوث أي معارك بشمال وشرق سوريا، إلى جانب هيئة الاقتصاد والزراعة. هيئة الاقتصاد بالذات أيضا قامت بتثبيت الاحتياجات المطلوبة والنقص الموجود وتشكيل لجان لتأمين كافة الاحتياجات الأساسية لأبناء شمال وشرق سوريا لإدارة الأزمة بظل حدوث أي حرب على مناطق شمال وشرق سوريا، إلى جانب الهيئاتنا الخدمية كبلديات وما غيرها للقيام بجولاتهم وتأمين الاحتياجات وتلبية مطالب الأساسية لإدارة هكذا وضع، إلى جانب هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل بقيامها بجولات على كافة المخيمات وإمكانية استيعابها في حال حدوث أي حرب استقبالها للنازحين.